السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان في منطقة كاشستو في مشروع سكاي بروج، احدى مشاريع بروج العقارية. جينا نصور الدور الرابع، شقة 3 غرف صغيرة مساحتها 170 متر مربع، شقة نموذجية. في كل دور زي ما انتم شايفين شقة وسطية وشقة على اليمين وشقة على اليسار. بالاضافة الى ذلك عندنا مصعدين في كل بناية. تعالوا معنا نشوف تفاصيل الشقة. أول ما نخش عندنا الأبواب التركية المعروفة عالية الجودة والأمان. أرضيات الشقة كلها سيراميك باركيه ذات جودة عالية، ديكورات سقفية زي ما شايفين فوق. نيجي هنا على اليمين على طول على المطبخ، دوري بالمطبخ ما شاء الله، ذات كواليتي عالي وجودة جميلة جدا. في مخرج البلكونة هنا، بلكونة مساحتها جيدة واطلالة على البحر ما شاء الله تبارك الله. المنطقة منطقة كاشستو معروفة بكل الخدمات، منطقة حيوية جدا. مقابلنا هنا جواهر مول، ساحل الشاطئ ورا جواهر مول، فنادق سياحية معروفة جدا في منطقة كاشستو. بجوار البناية هذه أو بجوار المجمع موجود جامع وسوبر ماركتات، المطاعم في الشارع الرئيسي، يعني منطقة مخدومة بكل الخدمات. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نجي هنا على الغرفة الأولى، غرفة مساحتها جيدة تكفي بسريرين ما شاء الله. عندنا الديكورات السقفية زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله. الواجهة الأمامية اللي قدامنا واجهة زجاجية 3 درف إطلالتها على البحر. نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على الصالة. مساحة الصالة ما شاء الله مساحة جيدة، حاطين فيها طقم كلب عشان نشوف مساحة الصالة. وعندنا إطلالة في الصالة أيضا على البحر. شقة جميلة جدا مساحتها 170 متر مربع، مساحة جيدة جدا. ديكورات سقفية ما ننساها أيضا، إنارات ليد مخفية. مقابل الصالة عندنا دورة مياه أولى. بجوار دورة المياه الأولى عندنا الحمام الرئيسي أنتم بكرامة، اللي تخدم الشقة ككل. مقابل دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة عندنا الغرفة الثانية، وأيضا الغرفة هذه إطلالتها على الطبيعة وعلى البحر. نجي أخيرا على غرفة الماستر. غرفة الماستر غرفة النوم الرئيسية، مساحتها جيدة جدا ما شاء الله، لها بلكونة خاصة فيها. شوف الإطلالة الرائعة ما شاء الله تبارك الله، إطلالة على الطبيعة وعلى البحر، شيء رائع جدا. وما ننسى غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها تابعة لغرفة النوم الرئيسية. المجمع عبارة عن برجين، برج A وبرج B. موجود عندنا شقق متوفرة في كل البرجين. المجمع في منطقة كاشستو، منطقة حيوية. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.